اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة
والأشجار المتدلية بصنوف الثمار حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واحزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقوِّ بذلك محال أهل الإسلام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جميعا يا الله يا الله يا الله يا الله وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك
اللهم أعز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وامددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، ويقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنج والسقالبة والديالمة وسائر أمم الشرك الذي تخفى أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم. يا الله يا الله يا وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز
غزاهم من أهل ملتك أو مجاهدين جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط واطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واعثر له حسن النية وتوله بالعافية واصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعناه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغرهم وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين يا الله 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 اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنان بوزن ومثلان بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا
يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.